نابوا بعد غيابه وبقالوا زمان خلوا قولوا شهر يدولوا غنوا أهلا رمضان رمضان كان أهلا بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، رمضان كريم. بيسعدني جدا ان اكون مع حضراتكم النهارده نيابه عن زميلي الغالي والراقي عمرو خليل في حلقه استثنائيه خاصه جدا نستعرض فيها مع حضراتكم يعني جزء كبير من المحتوى الرمضاني الدرامي والبرامجي اللي هيكون معانا ان شاء الله على شاشه سي بي سي. رمضان هو شهر الفرحه، والفرحه دي يعني معنى كبير قوي وجميل قوي، لان حلو ان يبقى عندك الاحساس انك تفرح الناس، انت اللي تدي الفرحه، لان الفرحه لا يعطيها الا كريم. ففي الحاله دي لما بتفرح غيرك اكيد ربنا هيرضيك، لان ربنا اكرم مننا كلنا. ربنا يرضينا ويفرحنا. وشهر الفرحه هو هاشتاج تطلقه السنه دي الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه. كل اللي احنا طالبينه من حضراتكم ان احنا عاوزين ننفذ هذا الهاشتاج بجد، ننفذ التحدي ده بجد، ننفذ الفرحة ونعيش الفرحة دي بجد. وعلى فكرة الفرحة مش بس بتكون مادية أو فلوس، الفرحة ممكن تكون كلمة حلوة، ابتسامة، موقف، عزومة، مقابلة، زيارة، حاجة تفرح اللي حواليك في الشارع، في البيت، في الشغل، في المدرسة. عايزين نرجع نملى بيوتنا فرحة في رمضان زي ما دايما متعودين كل سنة، بس نزود السنة دي أكتر، نرجع العادات الجميلة الحلوة، ندي جارنا طبق الحلو بتاع زمان ده، شوية القطايف يدوق في رمضان، يرجعه لنا هو كمان برضو بشوية بسبوسة ولا حتة كنافة. لأن على فكرة العطاء من أجمل وأوسع أبواب الفرحة. يعني مثلا حضرتك كزوج ممكن تسعد مراتك بأن أنت مثلا توعدها، حتى لو أنت يعني تضحك عليها يعني وهما كلمتين حلوين، بس حاول انك تكرس لها يوم كده، تقرر ان انت تساعدها فيه في المطبخ. قول لها انا على فكره يوم الجمعه اول يوم اجازه ليا في الشغل في رمضان هساعدك في المطبخ. يا سعدها يا فرحتها لما هتشوف او هتسمع منك الكلمتين دول، اشتري مني وشوف وشها وملامح وشها، ويمكن تقول لك لا ما يهونش عليا، ريح انت في اجازتك وانا هشتغل واظبط لكم الدنيا. الصحاب مثلا يفرحوا بعض بحاجه نفسهم كانوا فيها او نفسهم يعملوها. كل واحد عارف صحابه بيحبوا ايه، بيحبوا يسمعوا ايه، حتى لو هتبعت لهم كلمه حلوه. عاوزين ناخد كلنا عهد على نفسنا باذن الله ان احنا في شهر الخير نخليه بجد شهر الفرح. الشركه المتحده عامله مفاجات كتيره جدا تخص هذا الشهر، شهر كريم، شهر الفرحه. وان شاء الله على قنواتنا على شاشه سي بي سي وان ودي ام سي والحياه وكمان منصه واتشت هيكون في 18 عمل بيعرض، يعني بيعرضوا حصريا، عمل درامي حصري خلال شهر رمضان. مواضيع متنوعة ما بين الاجتماعي والديني والوطني والكوميدي، اللي أعتقد إنها كلها بتتوحد فإنها تهدف لصناعة الوعي، ترسم البهجة والابتسامة، تأكد وده شيء مهم جدا على قيم وتقاليد المجتمع، تحقق دور مؤثر للدراما المصرية، للقوى الناعمة، إنها ترسي قواعد أخلاقية بين الأجيال اللي طالعة. إن شاء الله هيكون معانا على شاشة يعني سي بي سي باقة متنوعة من الأعمال المختلفة اللي بنوعدكم إنها تنال إعجاب كل الأذواق، الصعيدي والكوميدي والاجتماعي والديني التاريخي. هيكون معانا بإذن الله 6 أعمال.